قدر عدد البيوت في محفدة يعني أكثر 200 بيت، كله مبنى من الطين التبن، وأيضا العيدان التي فيه بعضها من القديمة التي تأتي من الجبال الصرح والمضاد وإلى آخره. نخيل موجود حوالي 12,000 نخلة، ونحصد منه سنويا يعني ما يقارب 23,000 إلى 25,000 ديش سنويا من التمور. أكثر دخل أصحاب محمدة هم متركزين عليه ومعتمدين على الموز. هذا الموز أنا زراعته تكون مستمرة بعكس النخل، النخيل يكون موسم سنوي. محمدة هي تقع على شرق حجر مديرية حجر، وتحت لواء حجر أيام السلطنة القعيطية مربوطة بمدينة مكلا. فلذلك حجر سكان محمدة سكانها كلهم يعني من البدو، بدو الرحل سكنوها، وجوا أجدادنا نحن وحصلوا الأمان عندهم هنا واستقروا عندهم وقاموا بزراعة الأرض. وبزراعة الأرض حصل ما موجود الحمد لله متوفر عندهم على في كل جهة حيث ما تجوا يحصلوا ماء، فتريضوا واستقروا عندهم. البدو طبعا البدو حماية لهم، كحماية لهم البدو معهم أغنام بس يرعون في الجبال يعني ما يحبوا المدن. بالنسبة لمنطقة محمدة فهي تقع في أولا في محافظة حضرموت مديرية حجر، ويحدها هذه المنطقة منطقة محمدة من الشرق مدينة المكلا وهي العاصمة لنا، ومن قبلة شبوة، ومن الشمال دوحن. وأهلنا استقروا عندهم وتطوروا وكبرت البلاد، من العمودي والبيتي هذول استقروا فيها البلاد وكبرت ووسعت واتسعت وصارت مدينة يعني كبيرة الحمد لله يعني، وطولت مع السنين. هذا كان أول ما في خط يعني ما في سرك ما في طريق ما في حاجة، كله نقل على الجمال والحمير. موانيهم تأتي من كلا يعني بوراشن بواكن يجيبون من كلا يعني بنوا احنا حياة جدودنا على تقنا نحن، جابوا مكاسر على طريق الجمال يعني مكاسر، هذا بنينا البيت حقنا مكاسر مقطعة من طريق المكلا يعني على طريق الجمال جابناها. وتحصل البيت الآن القديم تحصله كله غرفة فوقها جدر يعني ملوى مرقبة يعني ما تحصل مجلس كبير يعني حكم من المكسر ما في مكاسر كانت موجودة. العود هذا اللي بنوبه الآن بحري كله متنقل عن طريق الجمال والحمير، راشن أيضا كله عن طريق الجمال والحمير. كانت السرك ما في سرك إلا من قريب يعني في الستينات تقريبا دخل افتك الخط السيارات هذه جات دخلت البلاد. كانت هذه منطقة محمدة تبع الدولة القعيطية، وكان كانت منطقة يعني فيها الهدوء وفيها السكون ولا توجد فيها أي مشاكل، وكان موجود مركز للشرطة في هذه المنطقة نتقن عليه، والأمور كانت ما شاء الله حتى قيام الثورة. بعد أن قامت الثورة الحمد لله استقرت وكل شيء يعني جاء من ضمنها الطريق وقدموا الخدمات في التربية وفي الصحة والحمد لله. محمد يتقع من شاف يعني الواحد اللي داخل الآن لو جاء من مكلا وداخل بقى محمد بيوقف بعد ما يخطغط بمساطة بيوقف بيرجع بيقول ما في منطقة هنا. ليش؟ لأنه يستد تشوف قدامه جبال كلها تشوف بطريق يقول لك معاشي هنا خلاص بيرجع وإذا حصلت هذا يعني رجعوا يعني يقول لك معاشي هنا منطقة. لكن اللي يعرفه يدخل في الجبال تجي تحصلها محاصرة يعني بين أربع جبال يعني كلها مش حيث اتجاه تحصل جبل. لكن الحمد لله الجبال هذا ربي أعطاه لنا ثوابت من الزلازل يعني تمكن الأرض يعني ماشي عندنا زلازل تحصل.
بالنسبه للبيوت في محمده يعني يقدر عدد البيوت في محمده يعني اكثر 200 بيت كله مبنى من الطين التبن، وايضا العيدان التي فيه بعضها من القديمه التي تاتي من الجبال الصرح والمضاد والى اخره، والبعض الاخر يعني اكثر البيوت بنقول انه قديمه، اكثر البيوت قديمه، لكن في بيوت بعدين بنيت. توجد في محمد حوالي 200 بيت صالح للسكن، لكن الصراحه الان الهجره من الريف الى المدينه اللي خلت انقرض، يعني حوالي الان ما تبقى 130 و140 بيت اللي ساكن فيه الاسر، وباقي 60 بيت فتصله فارغه مهجوره. ليش؟ بسبب الهجره يعني. ماشي، قله عمل هنا في الريف وخدمات، ماشي خدمات توفر، واللي ما عنده زراعه يقول لك انا جالس على الشانه اروح للمدينه. المدينه فيها شغل وتحرك، هو شباب حقه مع شباب اشتغلوا، كل واحد اشتغلوا في اي حاجه يعني، وقيم نفسه يعني. لكن في الريف هنا ماشي، ايش بيقيم؟ معك هالزراعه كلها، يمكن فدان في فدان واحد ما يملك، تقومون عليها كلكم هذول الاربع نفر ما يصلح شيء، يلا حق واحد يقوم. ذلك الهجره للمدينه، تركوا بيوتهم وخلوها. على محمده، على محمده واديين يعني فرعيين لها، نقول لان هي منطقه هي صغيره، من الجهه القبليه وادي الحبال، ومن الجهه السعديه هذا الوادي اللي هو يقولون له الوادي اللي ينزل وتاتي السيول من هنا من الحبال، ومثل الجهه السعديه تاتي من بشاحطه ومن غباره ومن جهات السعديه من بريقع ومسلمه والى اخره. محمدة إذا كان نظرنا نحن إلى الجبال في محمدة، فالجبال القبلية توجد فيها بعض الآثار، نحت بعض الرؤوس للناس، ويدل على أنه هذا محمدة منطقة قديمة، وكل مننا يدرك ويعرف أنه حيثما يوجد الماء يوجد التاريخ، فالمنطقة التي يكون فيها ماء موجود يدل على أنها منطقة هذه قديمة وقد سكنها الناس من قديم الزمان. الماء مثل بالنسبة في محمدة ما هي كلها عيون، الماء كله عبارة عن عيون ماشي، إذا ينتج ينبع من الأرض، ينبع من الأرض، والناس تسقيه الزراعة زي هذا، عندنا مجاري يعني ما حد يستخدم شيء فيه يعني، كلها وإن جات الأمطار زالت المعيون، هذا كلها محمدة مركبة على عيون، ماها ساهر 24 ساعة يعني، تسقي المزارع بدون مواطير يعني، ساهر سقوا الناس كلهم كل يوم مرتبين يعني، الناس مرتبة يوم عنده ويوم عنده، ولذلك لجات السيول صراحة تفيدنا، والأمطار تفيدنا، يزيد الماء يزيد الماء بعد السيول، هذيك الساعة لاحظ السيول، بعد ما تروح السيول تحس الماء زايد لأنه ايش؟ ما هو دافع من هناك، جا من فوق يعني، فاضت العيون مرة يعني، الناس ارتاحون في الأمطار، ارتاحون به الناس والسيول، ليش؟ لأنه يزيد المعايين ويسقون أرض واجدة مزارع، والحمد لله يعني الماء متوفر، بنقول شيء يعني في أزمة ولا شيء، ما أنا على ظهر الأرض يعني عيون، بس ما معك إلا توجه لمزرعتك فقط، لا بغيت ديزل ولا بغيت بترول. ماء الشرب يأتينا من الجبل طبعا، بدون ماء يأتينا من الجبل من فوق، مركب ثاني سلك على خزان، ينزل ثاني خزان البلاد ويتوزع من الخزان يعني، رافع عين رافع على البلاد، جابوه يمكن حوالي 600 قصبة أو 600 قصبة تقريبا إلى وصوله إلى البلاد، يسكب في خزان هنا مجمع، من المجمع هذا يتوزع إلى البلاد على الشبكة في البلاد داخل البلاد. كانت محمدة قبل مشروع الماء هذا
قبل ما ياتي مشروع الماء كنا نشرب ماء يعني صراحه من العين، عين نظيفه يعني الحين الحمد لله، يعني عين زي ما تقول مصونه كذا، ويستقي الناس منهم كل البلاد يعني على مقالب واحد. يعني النساء كانوا هم اللي يجيبون الماء، شيل المسقى حقها، هذا الديم حق الحيوان، هذا يسوونه قربه كذا تعبيه، دائما تروح تجيب لها 3 4 رحلات 5 رحلات هي على هالماء. الرجل ما يجيبش ماء، هي المرأة تجيب الماء من القالب هذا مكان الشرب وتوديه البيت. نستدعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم، نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود، فضاء حر على شاشة بلقيس. في منطقة محمدة نخيل موجود حوالي 12 ألف نخلة، ونحصد منه سنوياً يعني ما يقارب 23 ألف إلى 25 ألف ديش سنوياً من التمور، ونصدرها هذا للخارج نبيعها، هذا للبيع 23 ألف إلى 25 ألف هذا نصدرها للبيع في المكلة. طبعاً ماشي هنا شلوها من هنا المكلة. في شهر 12 وما بعد من 1/12 إلى نص 12 يبدأ عندنا ضربة، إحنا نقول لها ريع شمال. شمال نبدأ من بداية 12 إلى نص أو إلى 20/12 تبدأ الريع هذا. الريع هذا إذا بدت في بعض السنين تكون متقطعة، وفي بعض السنين تكون مرة واحدة على قوة الرياح. والخريف هذا يبدأ على قوة الرياح هذا، إن كان الرياح قوية ومتعددة يكون الخريف أقوى، وإذا كان الخريف الشمال هذا ضعيفة ومتقطعة مع ضعيفة أيامها تكون ضعيف الخريف. وغالباً ما يكون الشمال هذا لمدة 3 أيام حسب ما يقولون الشيبان أبانا، 3 أيام إذا شملت، يقول النخلة إحنا مثلا عندنا يقول إذا شملت أو هملت، أما الشمال على الريح والمطر اللي هو ضروري أهمية مهمة للنخلة هذا لخريف النخلة. من ثم لا تلقحت هذا، تلقح هذا النخلة من الريح، هنقول تلقيح. في شهر بداية 12 إلى 20 يبدأ التلقيح للشمال، بعدين في نصف واحد هنقولون الشيبان من بعد ما يضرب تكون الضربة هذا 40 يوم يبدأ يظهر هذا الخريف، معنا احنا نقوله انه طلع، يبدأ يظهر معنا من نصف واحد الى نصف اثنين غالبا ما يكون في هذه الفترة. من ثم بعدين شفنا النخلة معنا بدأت بالطلع، ظهر فيها الطلع، نبدأ احنا فلاحين بالتكريب، احنا نقول التكريب هذا نقطع القصام، احنا نكرب هذا، نكرب ونسلى صلوي فيه، نبدي هذا المكان المسلى، نقول ان المواشع هذا عشان مع الفخطه متلقح تحط الغصن في الخيل هذا مشان ما يخزقك يعورك هذا المسلى. اذا صفينا النخله من تكريب ومن سلوي نبدا بعمليه التلقيح، نقول الفخطه هذا معنا لازم نجيب من الذكر، من نقول الفحل، نبدأ بعملية التلقيح معنا نطلع الفلاح يطلع بعد ما يشوفها تفتك الغلاف هذا، احنا نقول القراف، يخرج الثارث، احنا نقول الثارث هذا الخيل، نطلع الفلاح هذا يطلع ويبدي القراف
ويحط الغصن، بس بيطلع بطريقة المرقد. هنا لازم يكون مرقد معه ويكون فاس، هذا المرقد للطلوع والفاس للتكريب والملعب للسلوي. لا، المرقد هاي مصنوع من الديم، من ديم البقر او من ديم الجمال، هذا جزء منه اللي يمسك في الساق النخله. اما اللي يمسك على ظهر البني ادم يكون من الليف، من نفس النخله، من ليف النخله هذا يصنع. يفحمونه، في ناس قدهم فنانين في الفحم، يفحمون هذا نقول احنا الخلابه مع مرقد. المرقد هو ديم الابقار او ديم الجمال، والخلابه هذا من الليف، من نفس النخله، ليف النخله لازم يكون يطلع بهذا. الفخطه هذا ذكر النخيل، ضروري منه الفخطه. تلقيح لازم يكون فخطه، نلقح الغصن ونلقح الخيل هذا. اذا ما تلقحت النخله او ما حطيت الغصن هذا ممكن 80% يفسد الخريف. انا نادر ان يكون صاحي اذا كان جنبه نخل. انا عندنا ريحه هواء، اذا تلقحت الخيل هذا تلقح، حتى بعض النخلات تحصل من جنبها، اذا كان في نخله جنبها تتلقح في بعض السنين، وبعض السنين ما تلقحش. بعض السنين نفس النخله اللي تحط لها غصن يكون غصن الفخطه ضعيفه ما تلقحش. هذا بعد ما تلاقون بعملية تفخيط يستمر، نخليه نخلة يمد هذا المطيح، نقول المطيح عندنا يمد تقريبا 40 يوم أو 45 يوم على كيف ارتفاع المضي. نقوم بعملية الحنوي، نقول له حنوي، نعطف الخيل. العطف الخيل هذا لازم يكون طريقة فنية، إن بعضهم يعطف الخيل على أول كذا حسب ما يحصل يوجدونه في النخلة، وبعضهم يكسرونه ويقوم عملية تكسير. ده شيء من كل بسر. بعدين من ثم بعد البسر يبدأ بالفضح، وبعدين يكون تمر. احنا نقوله تمر، هو أصلا رطب نقوله تمر. هذا يبدأ التمر بعد 14 أيام. هذا الفضح نسويه مغد او تخزين صحن الثلاجات، هذا الفضح. بعدين التمر يكون رطب، نسوقه في الاسواق، هذا حسب المكلا والناطق السوق اسواق، هذا بديش هات بديش، الى حد انه خلاص الفلاح يشوف نفسه انه ما عاد يخرجه هذا بالداي، انا يكون تجفيفه بيجيب له سعر افضل من الرطب. يوقف الفلاح هذا، يوقف مع ما بدي شيء تديش، هديشه سوقه في الرطب، يبدأ في خليه مدة 10 أيام نص شهر لما يبس في النخلة، نقوم نقصه من النخلة ونعطيه ونجره هذا على الحمير. هذا جره على الحمير، لازم يكون ناجح الخريف رطب ينجح والتواء يلوي نجاحه، يلوي في النخلة هو أفضل، أفضلية نكون من إلوي في النخلة. نقوم نفضه ونقطع هذا الخيل، نصفيها النخلة من المثامر هذا، لأن المثمر يأثر، إحنا نقول الشيبان يأثر على النخلة، إذا بقينا هذا المثمر يأثر على النخلة لازم نقطعه. أكثر دخل أصحاب محمدة هم متركزين عليه ومعتمدين على الموز. هذا الموز معنا زراعته تكون مستمرة، بعكس النخل، النخيل يكون مع سنوي، موسم سنوي. أما الموز هذا مد طوال السنة، هذا مستمر.
اشهر شيء عندنا نزرع هنا خلاص ارتاحوا الان، خاص الان رياح الموز، شجره الموز شجره مريحه ومنتجه، يعني شجره مريحه لها الفلاح ومنتجه ايضا تعطيك يعني، وكلها دائما يعني كان بعضهم قالوا شجره من شجر الجنه يعني، يعني وكلها دائما وظلها يعني دائما مستمره يعني، يعني دائما مستمره عليك اللي بس اعطيها الماء حقها وما قليل اسمده وتعطيك انتاج على طول، ومرغوب في السوق بضاعه ما تبر يعني، انت تنتج بس والسوق موجود مطلوبة في السوق يعني. ومع موز هذا يتطلب الماء أكثر شيء، الماء ضروري منه، معناه يسحب كمية كبيرة من الماء، معناه في الأسبوع لازم تسقي حسب الأرض حسب نوعية السوق الأرض، بعض المحلات تسقون من مرتين، بعض المحلات مرة، بعض المحلات من ثلاث مرات في الأسبوع على وضعية الأرض، بعضها تكون ضليلة أنا أطلب لها حتى أسبوع خاصة في الصيف هذا، أما في الشتاء أنا يكون متباعد الماء منه، متباعد الماء منه مدة أسبوع 10 أيام نص شهر بعض المحلات، زي بني آدم شرب البني آدم شرب الموز، معناه إذا كان استقبلت أنت ماء أكثر فالموز بيستفيد من الماء أكثر، وإذا كان أنت ما استقبلت الماء الموز بيكون مثل البني آدم في شرب الماء. الموز مستمر حسب ما قلت مستمر ما طوال السنة، تبدي الخيل يطلع ابنه يخرج الخيل هذا ابنه تقطعها بعد ما تخرف الموزة خلاص تقطعها تنتهي مهمتها، خرفة واحدة تكون بس تقطعها يطلع ابنها، تخرفها يخرج الخيل تقطع الخيل ينجح تقطع الخيل خلاص بديها النخلة تطلع ابنها، تستمر الحكاية على هكذا. المنطقة هذه محمدة بشكل عام مع بدي حوالي تقريبا 3-4 طن 5 طن أسبوعيا هذا نصدرها للمكلا نبيعها، الناس فيهم مخصصين ناس يبدون هذا في أشخاص معينين يشترون هذا نصدرها للمكلا نبيعها، أنا أقول خاصة في الشتاء يقل النجاح يكون 3 طن 4 طن، أما في الصيف يكون 5-6 يزيد في موسم الصيف تكون حرارة قوية يبدأ الموز نجاحه بسرعة، لكن في الشتاء يقل يكون برودة يقل نجاح الموز. فيها محاصيل محمدة فيها محاصيل كثير يعني، بس محاصيل ما هي رسمية يعني، محاصيل فرعية يعني، ما عدا هذا الموز اللي هو هذا عند كل فلاح يعني، الموز هذا عند كل فلاح يعني، لكن هذا العنبة نادر أن تحصل واحد مع 2-3 وبعضهم هم 4، باباي عنبة هذا العنبة المانجو اللي هي المانجو أنا نقول عنبة، والباباي شجر الباباي هذا موجود بس ما هو بكثر يعني، الليم أيضا الليم موجود عندنا بس مش كل الفلاحين معاهم ليم، مش كل فلاح عنده ليم ولا عنده باباي، هذا يقولوا لباها هذا الشجر البامية وهذه الخضرة هذا بس ما هي كلها موجودة عند ناس معينين فقط، لكن الموز للجميع يعني ما حد يعني الموز إذا صراحة يعني تروح أي مكان تزرع تطلع ماشي عارضة أطيها بس قليل كذا حقه وفكله، لكن الشجر الأخرى لا وات عناية منك وات مركز زي العنبة هذا ما تقوم العسال وات منك عناية لا لما تقيمها